طيب حلو قوي، خلينا نروح سريعا لزميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناه الاهلي عشان نطمن منه بشكل كبير جدا عن كواليس التدريبات النهارده، التدريبات تعتبر الاخيره او تدريب قبل الاخير بالنسبه للفريق قبل مباراه انبيا. شريف مساء الفل عليك. شكرا عليك يا امير، تحياتي ليك ولكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، ورمضان كريم عليك وعلى كل مشاهدي. الله اكرم، طمنا يا شريف عن التدريبات النهارده، الاخبار ايه؟ الكواليس ماشيه ازاي بالنسبه للاعبين؟ استعداداتهم ان شاء الله للمباراه المقبله امام انبيا ماشيه ازاي؟ يمكن التمرين بدا في 9:30 مساء، يمكن طبعا بحضور رئيس مجلس الاداره الكابتن الكبير الكابتن محمود الخطيب، يمكن شاهد يمكن جزء حضر النهارده. حضر التمرين، يمكن قعد حوالي ساعه في التمرين وحضر بعد كده التمرين. خليني اقول لك ان كان في اجتماع من مستر لاسارتي ومدير الكره الكابتن صدر الحفيظ مع اللاعبين حوالي 5 دقائق، اتكلموا فيها بقى عن مباراه انبي وتركيز في مباراه انبي. طبعا حذرهم خطوره فريق انبي، جهاز اهلاوي ما يغرهمش طبعا ان انبي في المراكز المتاخره في ترتيب جدول الدوري، انبي هيلعب طبعا على الفوز، فلازم ياخدوا بالهم، لازم يخلصوا التيم من بدري، ولازم يركزوا في انهاء الهجمات. بعد المحاضره اللي استمرت حوالي 5 دقائق اتكلم فيها لاسارتي واتكلم فيها صدر الحفيظ، يمكن كان في احماء للاعبين، وبعد كده تقسيم اللاعبين لمجموعتين من نسخه واحده والضغط على الخصم، والان الراجل بيعمل تمرين تخصصي على والمهاجمين، المهاجمين يعني ازاي يحرزوا الهدف، والمدافعين ازاي ينقذوا الهجمه او يشيلوا الهجمه من على ال 18. خليني اقول لك ان ايمن اشرف بيرتدي قناع وجهي، لان طبعا عنده كسر في انفه، يمكن مش بلاشرت حريص الان قدامي ان هو يصلح الاخطاء اول باول. خليني اقول لك ان على الجانب الاخر برنامج يمكن ليه مؤمن زكريا، على الجانب الاخر ايضا تدريب الحراس الشناوي وشريف وشوبير واحمد طارق وعلي لطفي مع الكابتن طارق شيرمان، تمرين قوي جدا في جانب اخر من الملعب. يمكن دي التمرينات الى الان، غالبا بعد التمرين التخصصي هيكون في تقسيمه عشان خاطر لاسارتي يشوف ممكن هيلعب مين في مباراه انبي. زميل عميري اتفضل. حاله بعض اللاعبين يا شريف عايز اطمن عليهم بالتحديد، صالح جمعه، رمضان صبحي، عمرو جمال، ناصر ماهر، الامور بالنسبه لهم ماشيه ازاي؟ هل بيشاركوا في التدريبات الجماعيه بشكل طبيعي ولا بيعانوا من بعض الاجهاد؟ احنا عارفين عمرو يمكن عنده العضله الاماميه لسه عنده برنامج تاهيلي، لكن بخصوص ما تبقى من اسماء قلتها لك يا شريف. خليني اقول لك ان الكل بيشارك، صالح، عمرو، كله بيشارك كويس التمرينات امامي الان. يمكن صالح النهارده كان يعني اللاعبين النهارده كان في طبعا احد البرامج الترفيهيه كان مشارك فيها صالح، فالنهارده اللاعبين النهارده كلهم كانوا بيتكلموا معاه عن هذا البرنامج، وطبعا الروح الفكاهه ما بين اللاعبين والمداعبات ما بين بعض. النهارده كان يمكن يعني المداعبات قبل بدايه التمرين او في غرف اللبس، لكن كل صالح موجود امامي وما شاء الله يمسك الخشب، عامل تمرينه كويسه جدا. الراجل يعني بيثبت نفسه من مباراه لاخرى، خلاص دخل قلوب الاهلاويه، خلاص الراجل ما شاء الله ركز، الراجل بيجتهد، الراجل بيقدم الفتره الاخيره مستوى ولا اروع ولا اجمل. باقي اللاعبين الكل بيشارك في التمارين الحمد لله. يمكن من فتره كبيره نمسك الخشب، فان من فتره كبيره جدا لاعبي النادي الاهلي يعني بكم كبير في الملعب، طبعا يعني الواحد بيقولها وايده على قلبه ما تعرفش. ربنا يستر. ربنا يستر. لكن الحمد لله، لا الدنيا كويسه، وكل بيشارك باستثناء بس مؤمن زكريا هو اللي بتعمل له برنامج، لكن الباقي كل اللاعبين بيشاركوا في التمرين مع مستر لاسارتي وباقر جهاد. تمام، بشكرك يا شريف، شكرا جزيلا. طبعا زميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناه الاهلي واللي قال لنا كل التفاصيل الخاصه بمران الفريق النهارده.